خلوني ارحب بضيفي عبر الهاتف وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم شركتي مياه الصرف الصحي بالقاهره والجيزه. مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهره والجيزه. مساء الخير يا استاذ وليد. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. خليني اقول لك انا ما بحبش الشتاء ولا الامطار، بس النهارده انا كنت مستمتعه والشوارع كانت يعني ماشيه الى حد كبير وفي حاله استنفار كده علشان الناس ما تبقاش فيه حاله من العذاب اللي كان بيحصل قبل كده. انتوا عملتوا ايه عشان ده يحصل؟ الاول في البدايه انا عايز اقول لحضرتك احنا بنشتغل طبعا بالتنسيق مع الهيئه العامه للارصاد وعلى تواصل دايم معها. يعني هي مجرد ما الهيئه بتطلع تحذيراتها بتقول ان في توقعات بسقوط امطار في الايام الجمعه مثلا النهارده عندنا في القاهره والجيزه، احنا على طول بيبقى في حاله استنفار زي ما حضرتك تفضلتي، وبنبدا ننشر معداتنا من الصباح الباكر. النهارده احنا كنا موجودين على الارض يعني قبل الامطار. الامطار حصلت تقريبا ما بين الساعه 2 و3 العصر. بدات الامطار من خفيفه لمتوسطه وبدات في بعض الاماكن تبقى قويه زي جنوب ترى والمعادي والمناطق دي، بالاضافه مثلا لمنطقه البحر الاعظم في الجيزه، وهي يعني المطر نزل تقريبا على معظم القاهره، شرق القاهره، مدينه نصر، مصر الجديده، كل الاماكن تقريبا، بالاضافه للجيزه برضو كل الاماكن حصل فيها امطار. احنا انشانا طبعا مجموعه بلاعات امطار الفتره اللي فاتت، زودنا على الموجود. يعني هو القاهره فيها 18000 بلاعه امطار، حصل في ان احنا عملنا فيها حوالي 600 بلاعه امطار خلال الفتره اللي فاتت، ده الشهرين اللي فاتوا. الجيزه شرفه برضو اضفنا للي موجود حوالي 250 بلاعه امطار. دي الادوات بتاعتنا اللي بنقدر نتعامل بيها مع تجمعات الامطار بالاضافه للمعدات. احنا عندنا في القاهره ما يقرب من 100 معده سحب ميه من الشوارع، بالاضافه للجيزه حوالي 65 معده بيتعامل مع الامطار. عايز اقول لحضرتك كافه اجهزه الدوله، يعني هيئه النظافه بتبقى مشاركه، الحمايه المدنيه بتبقى مشاركه، الاحياء بتبقى مشاركه، مش عايز انسى حد الحقيقه، كل الجهات بتتعاون معنا، كلنا بنشتغل تحت المظله بتاعه المحافظه، يعني محافظه القاهره او محافظه الجيزه هي اللي بتدير الازمه على الارض، تنسيق معانا ومع الجهات الاخرى. الحمد لله النهارده حصل شويه تجمعات مياه سطحيه في بعض الاماكن. احنا منتشرين في كل الاماكن في القاهره والجيزه، وبالتالي بنرصد دايما الامطار جمعت فين. طبعا حضرتك عارفه اختلاف مناسيب الارض. المياه بتجري دايما من العالي للادنى للاوطى، يعني فالنقاط الانتباهيه منسوبها اوطى بيبقى موجود عندها معداتنا. بس النهارده الحقيقه كان في كثافه مروريه شويه في بعض الاماكن. هو ده استغربته الحقيقه، وكان في حتى على الدائري كثافه مروريه برضه. ما هو يعني انا برضه يمكن حضرتك قلتي كلام من في المقدمه، كلام جميل جدا، يا ريت الساده المواطنين ينتبهوا ليه في المرات اللي جايه، لان هم بيساعدونا بشكل غير مباشر ان هم ما يخرجوش. يعني مثلا ما يحصل ان في تحذير ان في امطار متوسطه، حد يلاقي يقعد في البلكونه كده يستمتع بالجو ده، ينزل ليه الا ما يكون عنده شغل زي حالتنا؟ اللي بيخرج بيخرج للضروره، يعني انا اقصده انه لو في ضروره بتضطروا لده يخرج، لان هو بيسهل حركه المياه. لكن مش هيحصل انقطاع في المياه ولا اي حاجه؟ لا ما حصلش، مش هيحصل المياه الحمد لله. الحمد لله الامور يعني مستتبه، واللي حصل السنه اللي فاتت الحمد لله تم يعني معالجته هذا العام. يعني ده الحقيقه، يعني مش مهم ابدا ان احنا ما عندنا مشاكل، المهم انها يتم حل هذه المشاكل وما يحصلش اي سلبيات مره اخرى. بشكرك شكرا. نعم اخيرا سريعا اتفضل. احنا لما بنلجا لاجراء قطع المياه ده لما تكون كثافات الامطار غير عاديه، زي ما حصل في شهر 10 العام الماضي وفي شهر 3 مش العام الماضي او العام اللي قبله، فدي ساعتها احنا بنلجا للاجراء ده، بنخفف بس يعني ضخ المياه علشان خاطر نقدر نخلي الشبكات تستوعب اكبر كميه مياه ممكنه. بشكرك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهره والجيزه لمياه الشرب والصرف الصحي على هذه الايضاحات.